بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. رجاء استمعي إلى قول النبي صلى الله عليه وآله حول هذا الدعاء. قال: يا علي، والذي نفسي بيده، ما دعا بهذه الكلمات أحد من المؤمنين إلا وقال الله تعالى لملائكته: اشهدوا أني قد استجبت للداعي بهن وأعطيته سؤله في عاجل دنياه وآجل آخرته. يعني في عاجل دنيا، اشهدوا أيها الملائكة بأني قد استجبت للداعي بهذه الكلمات وأعطيته سؤله، أي قضيت حاجته. الضامن من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. الدعاء ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ باسمك الواحد الأحد، وأعوذ باسمك الأحد الصمد، وأعوذ بك باسمك اللهم العظيم الوتر، وأعوذ اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ملأ الأركان كلها، أن تكشف عني غم ما أصبحت فيه وأمسيت. جرب ولا تشك. النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، يا خير بني هاشم، والذي نفسي بيده، ما دعا بهن مؤمن إلا وقال الله تعالى لملائكته: اشهد أني قد استجبت للداعي بهن وأعطيته سؤله في عاجل دنيا وآجل آخرته. برنامج صباحات الأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. ونحن كما نقول دائما إن شاء الله نحرص على البحث عن الأدعية القصيرة جدا، لعلمنا بأن الكل لديه مشاغل كثيرة ولا يستطيع أن يقرأ الأدعية المطولة. وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى.